ودلوقتي جه ميعاد ان احنا ناخد اجابات حضراتكم على موضوع او سؤال حلقتنا النهارده، وكان سؤالنا: ما توقعاتك لنتيجه مباراه الزمالك وبترو اتلتيكو الانجولي؟ اشرف عادل، مساء الخير عليك يا مها، مشكورة جدا يا اشرف. اتوقع فوز الزمالك 2-0، زيزو، امام عاشور، والتوفيق لنادينا الحبيب، زملكاوي لاخر يوم في عمري. واحمد محمد، مساء الخير عليك يا مها، اتوقع الفوز 2-0 ان شاء الله يا رب. امير الحريف، مساء الخير عليك يا مها، اتوقع فوز نادينا الحبيب 1-0 يا رب ان شاء الله، وبالتوفيق لنادينا الحبيب، زملكاوي وافتخر. رودي، مساء الخير عليك يا مها، مساء الخير عليك يا رودي، ان شاء الله فوز الزمالك 2-0 وبالتوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. عبد الحفيظ السبعاوي، مساء الخير عليك يا مها، مساء الخير عليك يا عبد الحفيظ، اتوقع فوز الزمالك 2-1 وان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. اشكرك جدا. محمد عماد، مساء